نبدأ في المحاضرة دي مع بعض إن شاء الله مقدمة كده كويسة على نقدر نقول عليها الثروي بتاعت الميتالز أو نظرية المعادن، إيه البيزكس بتاعتها، إزاي بنعمل بليند بين مستويات الريفليكشنز المختلفة. فالمحاضرة دي مهمة قوي عشان اللي جاي، لأني عايز أتفادى إن أنا أكرر معلومات في الحاجات اللي جاية. مبدئيا هي المعادن بتشتغل ازاي. الاول خليني اسمي دي اللي هي الليون، تمام، وافتكر تمام دي مظبوط الليون، ودي هسميها البي جي. اللايت سيت اب عادية جدا زي ما بعمل كل مرة، اتنين لايت للجوانب واللايت بتاع السكاي. لو رحنا ليه الليون تكستشر، تعالوا نشوف كده. لو انا خدت دي كده وفتحت الليون نود اديتور ونقفل دي، تمام، زي ما احنا شايفين هي انا اشتغلت ايه ال سيرفيس، انا هشتغل بيها على طول من هنا ورايح. الاي ال سيرفيس باي ديفولت السترينجز انا عامله بالشكل ده، والسبيكر انا سايبها على الديفولت بتاعها، ما عدلتش فيها حاجه، هي الديفولت بتاع السبيكر بتاعها بواحد، ده ديفولت، ودي هخليها برضو بواحد. طب انا في المعدن لو بعمل شايني ميتال، فانا مش هبقى عايز الكلر من الديفيوز، انا هبقى عايز الكلر من اللمعه، من السبيكولر نفسه. جميل. طيب لو انا رحت للسترينجز بتاع الديفيوز ومش هدي اي ديفيوز كونتريبيوشن، مش هدي اي كلر في الديفيوز، بما انك عملت ده بزيرو فده ملوش اي لازمه. نيجي بعد كده للسبيكتر، انا هسيبه زي ما هو بواحد، ودي نسبه اللون في الريفلكتيفيتي على فكره. خلاص الريفلكتيفيتي على فكره جايه من هنا، انت لو خليت دي صفر، تمام، لو خليت دي زيرو، زي ما انت شايف انت ما عندكش اي تحكم ولا عندك اي فرنل نهائيا، ما عندكش اي تدريج في الريفلكشن. نفس القصه هنا، يعني دي الكلر مع الريفلكتيفيتي، ودي كمان اسف دي الكلر، ودي ريفلكتيفيتي مع الكلر، الاثنين مع بعض. دي انا ما بحبش اخليها بواحد، عشان ما بحبش ان انا اخلي ريفلكشن ابيض بالشكل ده كده، بحب دايما يبقى فيه سنه غمقان بالمنظر ده، تمام. لكن كريفلكتيف ميتال لو احنا عملنا دي 1.5 مثلا هلاقيه بالمنظر ده كده. لكن هنا لو هيعمل حاجه زي الذهب، الفضه، الكروم، الالومنيوم، كل الحاجات اللي هي الفيري ريفلكتيف دي، الاي او ار بتاعها ممكن يعدي 20 25 30 40، بس ما عمره ما هيطلع اكتر من كده. انا عمري ما عليته اكتر من كده بصراحه، وما شفتش حد على اكتر من كده، تمام. فانا هقول مثلا خليني على 30، زي ما انت شايف رجعت للقيمه اللي انا كنت عاملها من غير ما يبقى فيه اي او ار، او من غير ما يبقى فيه ريفلكشن، اسف فرنل. المود اما دايلكتريك او ميتاليك. خلاص انا هروح لدايلكتريك دي لو انا بعمل بلاستيك، بعمل خشب، بعمل اي حاجه تانية هي سطح عاكس بس ما هياش معدن. لكن لو همشي فيزيكالي اكيوريت، لو خدتوا بالكم من شويه انا قلت لكم ما بحبش ازود دي عن واحد، تمام، عشان تدي القفله اللي انتوا شايفينها دي. هو ده نفس اللي حصل لما عملت ميتاليك. اذا لو انا عملت دي بواحد وخليت دي على الديفولت ورحت قالب دي على ميتاليك، نفس الافكت اللي انا كنت عامله هنا، تمام. طب الكلر منين؟ الكلر من هنا. لو انا رحت كده وقمت رايح مثلا مغير او اقول لكم على حاجه، افتكر اللايبراري، لو انا عملت لايبراري جديده او مثلا خدت كلر زي الكلر ده وقمت عامل اوكي، هيجي الكلر زي ما احنا شايفين بالمنظر ده كده، تمام. طبعا دي مش هتعلى عن واحد مبدئيا، مش هتعلى عن واحد، خلاص. اما المود فزي ما احنا شايفين لو قلبت دايلكتريك، مش واحد يقول لي ده مش قوي، لا، بص على الحتت اللي فيها سبيكولر. لو احنا عملنا دي ب 100، بص على الحتت اللي زي دي كده ميتاليك، لو خدنا بالنا نلاقيها
شارب سبيكولر، لو احنا قلنا دايلكتريك السبيكولر اتفرد. بيني وبينكو هي يعني لو هتمشي فيزيك فيزيكالي قوي خليك على ميتاليك، وانا بفضل ان انا افضل على الميتاليك. تمام، في حاجه بالمنظر ده كده. افتكر ان احنا ممكن نرفع الانتنسيتي، افتكر ده الازرق، لا خلينا ممكن نرفع ده الخمسة، ممكن نرفعه السبعة كمان، ستة ماشي، ونروح لده وممكن نرفع الانتنسيتي لعشرة ولا حاجة. كده جميل جدا. تمام، ونرجع هنا تاني. طبعا هنا ده ما فيهوش اي روفنس تقريبا، لان 7 من 100 روفنس ما فيش. لو انا رفعت الروفنس كده هياخد حاجه بالمنظر اللي احنا شايفينه. نستنى بس لما السامبلنج يكمل. وهنلاقي حاجه بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. طيب خلوا بالكم، المحاضره دي مش بتهدف ان انا هعمل معدن معين او حاجه معينه، هي الفكره ايه الاساس في شغل الميتالز، ايه اللي بيحصل. تمام، اولا على حسب درجه الميتال اللي انا عايزه، انا عايزه شايني قوي يبقى مش هاجي يعمل روفنس، او اخد روفنس خفيفه جدا، لان مفيش سطح في الدنيا ما فيهوش روفنس. لو انا عايز الميتال بالمنظر ده كده يبقى انا هشتغل على الروفنس. طيب هو لو انا عايز الروفنس يبقى في الحتت اللي هي اللي فيها كيرفات دي، والسطح المستوي شويه ده يبقى مور شاين. تيجي ازاي دي؟ هتيجي بال ال كيرفتشر، او بالكيرفتشر العاديه حتى بتاعه الارنولد. فخلينا نروح للاي ال كيرفتشر واعمل لها اساينمنت. كنترول اس الاول، هنا بوزيتيف نيجاتيف، يعني هل انت عايزها على استنى بس الاول لما نعمل الراديوس بتاعها قليل عشان نشوف البوزيتيف والنيجاتيف. هنا المينيمم، الانبوت مينيمم والانبوت ماكس. هنا تقريبا انت زي بتعمل زي حاجه زي الكونتراست. هنا الجين، تمام، الجين انا لو مش عايز دي اسود قوي ومش عايز دي ابيض قوي، تمام، فانا اخليها ديفولت، مش عايز كلامبنج، مش عايز اي حاجه خالص، انا كل اللي انا عايزه بس ان انا اسحب الراديوس بتاعها بحيث يبقى يا دوب على المناطق اللي انا عايزها، في بوزيتيف زي ما قلنا وفي نيجاتيف. تمام، نيجاتيف بقى الاسود اللي بره، وممكن الاحسن عشان عايز انا عايز الاثنين مع بعض بصراحه، هاخد الكيرفتشر العاديه بتاعه الارنولد واحطها هنا، هي مور سيمبل شويه عن الثانيه بالظبط بالشكل ده. عندي هنا الريديوس وعندي السبريد. انا في الغالب انا هقلل البايس بحيث ان انا ازود او اخلي الحتت البيضه دي قريبه من المناطق البارزه، وهاخد الريديوس اقل شويه، دي بقى المناطق الكونفكس، كان ممكن اقول له كونكيف، هيعكس هيخلي الابيض في المناطق اللي هي نازله لتحت مش المناطق اللي هي طالعه لفوق، وده مش اللي انا عايزه. انا عايز اللي فوق دول او المناطق اللي فيها وده اللي انا عايزه يا ربي، المناطق اللي فيها حفر دي هي اللي تبقى رف، والمناطق اللي هي دي ما تبقاش بالشكل ده كده. طيب لو انا عليت البايس، معنى ان اعلي البايس بالظبط كانك بتزود الجريدينت اللي بين المناطق دي والمناطق دي. تمام، فانا هخلي البايس قليل شويه، ممكن ازود المالتي بلاي بحيث ان انا ازود الروفنس. بالمنظر اللي احنا شايفينه ده كده يبقى في مناطق رف ومناطق شايني.
البايس ممكن كل ما بتقلله على فكرة كل ما انت بتضيق الحتة دي، يعني لو قللته خالص كده بقت ضيقة جدا، ولو زودت المالتي بلاي فهلاقيها بالشكل ده. لو انا خدت الكيرفتشر، لو انا خدت الكيرفتشر دي خدتها حطيتها هنا وقلت له ان دي هتبقى بتاعت السبيكر روفنس، وقمت مطلع دي لهنا كده، هتلاقي ده اللي احنا بنتكلم فيه فعلا. الحتت اللي هيبقى فيها الابيض هتلاقيها، هنلاقيها مور رف. ولو احنا جينا عملنا كده حتى ورفعنا المالتي بلاي دي، وممكن البايس سنه اهي، فعلا بصوا بدا الرفنس يجي فين. هستنى لما يخلص واوريها لكم. هنا اهو زي ما احنا شايفين فعلا المناطق دي بقت رف، المناطق دي بقت ريفلكتيف. تمام، فهو ده ازاي ان انا بحجم مكان الريفلكشن والريفراكشن. طبعا ان انا اسف والرفنس. طبعا انا اقدر ان انا ممكن ببساطه قوي احط اللي هي البامب، البامب تو دي، البامب تو دي ما افتكرش ان انا هستخدم نويز، لان اصلا السطح نفسه متعرج. النويز ده تستخدمه في البامب لما تحب تدي امبروفيكشنز اللي انت شايفها دي كده، تحس ان السطح فيه تعريج، بس ده اصلا هو فيه جاهز، بس انا عايز ادي زي دنس كده. فانا عايز اجيب ايمج، طبعا يعني لو اقدر استخدم النويز بتاع سينما تحفه، من اكتر البرامج، من اكتر ايه، اكتر برنامج فيه نويزز بتديك نتائج خرافية سينما بصراحة. هاخد واحدة زي دي فيها شوية دنس كويسة، أو ممكن دي جاهزة أصلا، وأقوم مدي بالشكل ده كده وأشوف بس الشكل بتاعها على الأوبجكت، هل هو محتاج تكرار ولا مش محتاج تكرار؟ والله افتكر ان هو تكراره كويس، لكن انتشاره بالشكل ده على الاوبجكت مش حلو. انا عايز الدنتس دي ما تبقى في المناطق اللي هي فيها الريفليكشن قوي، لكن المناطق الرف انا او العكس، انا عايزها في الرفنس، تبقى موجوده وما تبقاش موجوده في المناطق السليمه. طب تعالوا الاول نعمل كده، ندي مثلا 2 باي 2 تمام. وبما ان الاوبجكت ده اليو في بتاعه الله اعلم عامل ازاي، فانا ممكن اخلي البروجكشن كيوبيك خليها يو في. تمام ماشي، وخلينا ناخد الكيرفتشر دي. بس انا في الحالة دي انا هحتاج layer color note، وهحط ال curvature دي ك layer 1، وهحط ال image دي ك layer 2 ونخليهم كده حاليا. ال curvature اللي باينه، تمام curvature اللي باينه، لو انا خدت دي ورحت رافع layer 2 وخليت layer 2 blend mode multiply اهو، هو ده اللي بتكلم عليه، ان تبقى بالظبط البامب يبقى هنا اكتر ما يبقى هنا. تمام، ممكن بدل multiply ممكن subtract، بس لو هعمل على فكره سبتراكت هتدي نتيجه جامده بصراحه. بس لو هعمل سبتراكت محتاج ان انا انفرت
البتاع دي الايمج دي، لان سبتراكت هتدي ابيض واسود، فانا انا عايز النتيجه دي بس هعكس. فانا هروح هنا هخلي رامب، هعمل رامب فلوت واخدها مع الت طبعا فوق الايمج دي، واقوم قايل له انسرت افتر، واقوم قايل له انبوت. كل الحكايه هعمل ريسيت للكيرف لان انا عايز لينير، وهقوم منزل دي لتحت ومطلع دي لفوق. هو هي دي النتيجه اللي انا عايزها. تمام. كل بقى الحكايه ان انا هاخد دي احطها للشيدر ماب، واخد دي احطها للبامب ماب، واطلع دي فوق. بس هو البامب عالي على فكره، بس انا هقلله طبعا، هو 1 سم كتير، انا هخليه 0.3 مثلا. بس لو خدنا بالنا هنلاقي الشيدر اتغير تماما بعد البامب ده. ليه بقى؟ لو احنا بصينا للليير كولر، كل المناطق دي دخلت لجوه، كل دي دخلت لجوه لان دي عباره عن اسود، والبامب هيدخل الاسود جوه. طيب معنى كده ان في هنا حاجه المفروض تتظبط الاول. ايه هي؟ المفروض في اللاير كولر نود دي لاير 2 ما تبقاش ماب، لاير 2 ما تبقاش ماب، لان لو بقت ماب هتبقى هتعمل لي المشكله اللي احنا شفناها من شويه دي. فلاير 2 بدل الكيرفتشر دي ما هتروح في لاير بالمنظر ده كده. انا هعدل بس حاجه بسيطه، ان انا هلغي الكونكشن ده وهخلي ده اهي تروح في لاير 1، ولاير لاير 2 مش هتبقى ماب، لاير 2 هتبقى ميد جراي. ميد، الميد جراي على فكره ما فيش حاجه بتترجمه، يعني احنا لو جينا نشوف وده هيبقى نورمال. الميد جراي ده البامب ما بيترجموش، البامب ما بيترجمش الميد جراي. تمام. فانا هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ هخلي تاني 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 تاني، هناخد ده نحطه هنا معلش، وهاخد دي تبقى هي اللي في لاير 2. تمام. والبلند مود بتاعها هيبقى مالتيبلاي، ملتبلاي ايه؟ يبقى ايه؟ يبقى زي ما احنا عاملين فين سبتراكت، يبقى سبتراكت. تمام. اما بقى ده اهي دي هخليها الالفا. بس بالمنظر ده الشيدر بتاعي مفروض، يعني مفروض يرجع زي ما هو كده. يبقى تخلي بالك وانت شغال عشان ما تشتغلش عمياني. لما عملنا دي مابة، لما احنا عملنا دي ده ايه، لما احنا عملناها، لما عملناها ماب، اللي حصل هي فيها اسود، فالبامب هياخد الاسود كده كده من غير تفاهم ويقوم جاي يزقه لجوه. جميل. وانا ما كنتش محتاج دي انها تبقى ماب، انا كنت محتاج دي تمام ان هي تبقى ماسك لدي. هي دي فكرتي كلها، وده اللي انا كنت بلعب عليه من ساعه ما اشتغلت البامب شيدر، يبقى بالمنظر ده كده. فكل اللي انا كنت محتاجه ان انا يبقى عندي لاير، ولاير ما بتترجمش الحاجه لان الميد جراي ما بيترجمش الحاجه. ولو هنمشيها اكيوريت هنروح هنا 128 128 128 تمام بالشكل ده كده، او تقريبا هي 100 كام؟ 120 120 120. تمام. افتكر حاجه كده. وين غير البامب لي بوينت مثلا 3% ولا حاجه.
فنوصل لحاجة بالمنظر ده. طيب كده الايمج بتاعتنا تمام وزي الفل، مفيش فيها اي مشكلة. طب انا لو انا عايز اعمل اللي هو اي متل في الدنيا، لو انت بتشوفه من زاوية معينة بتلاقيه بيبقى الرفليكشن في الوسط مش قوي قوي، وكل ما بتطلع للحواف كل ما الدنيا بتزيد او الروفنس بيقل، يعني الريفليكشن بتزيد. طب انا لو عايز اعمل الافكت ده، الافكت ده هو اللي كان بيدي الفرنيل بتاع سينما، يعني الفرنيل بتاع سينما هو اللي كان بيدي الافكت ده. طب انا لو انا عايز هنا اعمل له ريكرييشن تاني بحيث اتحكم تبقى في النص رف شويه، وطول ما انت طالع للايدجز فالريفليكشن عمال بيزيد. هي دي سهله قوي ان احنا هندبلكيت نفس، يعني نفس الشيدر وهنعمل له دبل. طيب نشوف هندمجهم ازاي. هو ببساطه انا بس هوسع دي شويه كده تمام، نوقف بس الاي بي ار دلوقتي. ببساطه انا عندي ده او الشيدر ده، ده اللي فيه او ده اللي هخليه رف شوية. خلاص بما اني عايز اعمل الموضوع دوت، فانا محتاج ان انا احط حاجة كمان فوق الكيرفيتشر شيدر تمام، بحيث ان هي تخليه مور رف. فانا هروح هنا وهحط ايمج، هحتاج اكيد ان انا هحتاج ايمج هنا لونها او فيها درجات الابيض اكتر شوية، فهاخد مثلا حاجة زي فيها شوية حاجات، وفي واحدة كمان كانت دي الباترن بتاعها، هي الاولانيه احلى بس دي الباترن بتاعها مناسب للي انا عايز اعمله. فانا هاخد الايمج دي واقوم موديها للبيوتي بيوتي بورت، ونشوف هنا الدنيا هيبقى ظروفها ايه او هتبقى متكرره ازاي على افتكر كويسه، افتكر كويسه. خلاص هنا هتبقى رف، وما عنديش هنا مناطق لونها اسود قوي للدرجه اللي انا احتاج ان انا احط رامب فلوت. ممكن لو هحط رامب فلوت هيبقى عشان حاجتين زي دول بس، يعني مش للدرجه قوي تمام. طب دي المفروض ان هي هتبقى مع دي عشان تكنترول الرفنس. طب اذا هحط الاثنين مع بعض، يبقى انا هحط لاير كلر نود وهاخد الكيرفتشر، هشيل البورت ده وهاخد ال الكيرفتشر هتبقى لاير 1، واخد النود دي هتبقى لاير 2، ونكونكت ال دبليو في، واروح هنا و اخلي دي كده. ومش عارف يعني افتكر ممكن لو قلنا لايتن، جميل لايت تمام. هناخد دي بقى نوديها هنا وتبقى دي هي الروفنس، ونروح نودي دي كده ونشوف النتيجة. هو ده تمام. لو خدنا بالنا هنلاقي ان مش عارف الايدج السودا دي مش عارف من ايه، هل هي عيب في الموديل ولا فافتكر عيب. على فكره الموديل من على من على موقع كادناف، عشان بس تبقوا عارفين هو منين تمام، من على موقع كادناف. فطبعا الموقع، يعني المواقع اللي عليها حاجات فري دي الموديل ممكن ينزل فيه مشاكل، خصوصا في الفونج تاج اللي هو ده. مش عارف لو انا عملت كده حتى هيحل الموضوع ولا لا. يعني
اه والله فعلا كان الفونج تاج فيه مشكلة. طب جميل. او هو 180 هجيب اخره عشان يبقى فيه عومة، وافتكر كده هنلاقي النتيجة كمان افضل يعني. اما الايدجز السودا دي فمش عارف ظروفها ايه. عموما مش قصتنا الموديل، لكن قصتنا دلوقتي ان التكتشر عندي بقت مور رف، يبقى اذا هنسمي دي كده ار او يو رف شيدر ليون رف شيدر، تمام. وهي نفس دي بالظبط هنعملها دوبليكيت، ناخد بس دول كده لان دول بتوع البامب، تمام. هناخد الشيدر ده، مش دول، هناخد الشيدر ده، ده هيتعمل له دوبليكيت كنترول ونسحب، فنعمل ده دوبليكيت، وده هنسميه شارب ريف 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 ريفليكشن شيدر. الرف ال 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 الشارب ريفليكشن شيدر ده شيدر هيبقى شارب بس فيه سنه رفنس، فاحنا لو رحنا حطينا ده لوحده كده هنلاقيه بالمنظر ده، لكن في المين بتاعته انا في الرفنس بتاعي انا عايز اسحب دي بالشكل ده كده، يعني يبقى فيه سنه رفنس بس شارب ريفليكشن، تمام، بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده، يعني بوينت 3 مثلا تبقى ظريفه. طبعا الفرق بين ده وبين ده فظيع، تمام. فاحنا هناخد ده كده. هندخل الاتنين في بعض ازاي هندخل ده في ده، تمام. انا عندي كذا طريقة، دي اول حاجة. الحاجة التانية، لو نفتكر ان كان الروفنس بتاع دي، يعني لو احنا شلنا ده كده، الروفنس بتاع دي كان 0.4. افرض انا عايز اخلي دي اعلى من 0.4، انتوا عارفين معنى ايه 0.4؟ يعني معنى كده ان اللون الابيض هنا هيتعمل له كلامب ل 0.4. طب افرض انا عايز اعدل دي، طب هل اقعد افك الشيدر كل شويه وارجع اعدل القيمه واوصل الشيدر تاني؟ لا، تمام. الحل ان احنا نحط يا اما حاجه اسمها رينج نود يا كلامب نود. طب هو انا امتى بحدد دي ودي؟ الرينج نود استخدمها لو انت بتشتغل مع صوره مثلا 8 بت وانت عايز تحولها لرينج ل 32 بت، تمام، او انها تخرج رينج اعلى من كده، جميل. زي مثلا بتكون بتستخدم نويز مع ايمج، النويز بيخرج 32 بت ريزلت، تمام، اما الايمج لا، هي هتخرجه 8 بت الا لو انت كنت جايبها 32. فانت لو انت عايز تكومباين الاثنين مع بعض بطريقه فعلا فيزيكال اكوريت بتحط رينج نود. اما هنا كلامب نود كفايه قوي، يعني كلامب كل حكايه بقول له يتزود يتقلل، فانا هروح للكلامب واقوم حاططها هنا كده، تمام. الكلامب دي هتبقى على طول هتخش للانبوت، تمام، وهخرج الاوتبوت. هنا الكلامب واخده من كام لكام؟ من 0 ل 1 لواحد، خلاص ماشي. فانا لو انا خدت حطيت كده، بصوا بقت عامله ازاي، لو انا خدت، خلي بالك زيرو دي يعني مفيش رفنس، فانا اقول له لا، انت مثلا معاك المينيمم 0.1 او مثلا 0.3، لكن الماكسيمم كام؟ واحد. بصوا لو خليت الماكسيمم 0.4، اذا انا هنا اقدر اتحكم في الاوتبوت اللي خارج من هنا، مش شرط افك الشيدر كل شويه وارجع اصلح وبعدين ارجع حط. لا، هحط حاجه افتكر ان في المايا حاجه اسمها رماب تقريبا، حاجه زي كده يعني، تمام. فانا هخلي دي مثلا 0.6، مش عايز 1 كتير قوي 1، لكن 0.6 افتكر قيمه مقبوله، تمام. اللي انا نيلته ده احط دي، هرجع احط دي، تمام، بالشكل ده كده. اما دي فانا افتكر ان 0.3، افتكر قيمه
كويسه. حتى كمان انا عايز افتح الكلر ده سنه، يعني لو ضغطت هنا للدي عايز افتح الكلر ده سنه ويغمق، يعني يفتح ويغمق يبقى بالشكل الجولد ده او الجولدش ده. هدخل بقى الاتنين مع بعض ازاي؟ كل الار ده ولسه ما قلناش هندخل الاتنين مع بعض ازاي. عندي كذا طريقه، اما بالفيسنج ريشيو نود او باليوتيليتي نود، دي او دي سيان. يعني انا لو رحت هنا للفيسنج ريشيو، فيسنج ريشيو على فكره هي الفرنيل بعينه، خلاص ماشي. ولو انا جيت عملت كده اهي، بس الفيسنج ريشيو حلاوتها ان هي بتاخد في اعتبارها التوبولوجي بتاع الموديل، تمام. بصوا كده لو زودنا البايس هنا هيبقى ريفلكتيف، هنا او مش ريفلكتيف، هنا هتظهر اللاير اللي احنا نحطها مور شارب، وهنا هتبقى المور روفنس، تمام. لاني هحط دي كلاير الفا، يعني اللاير رقم 2 في دول، يعني انا مثلا لو اخلي دي رقم 1 ودي رقم 2، اذا ده اهي هتظهر هنا، هتبقى دي مور ريفلكتيف، تمام. فانا هروح هنا مثلا وممكن اقول له البايس حاجه كده، تمام. ودي جميله قوي هنا، الجين دي كانها كونتراست. انا عملت كده هي كونتراست، تمام. فانا ممكن احط حاجه بالمنظر ده كده. مش عايز اقول لكم الرياليزم اللي فعلا بتعمله. انتوا عارفين الفيسنج ريشيو دي نستخدمها في الفابريكس في القماش، تمام. فبسرعه كده انا هاخد هنا لير كلر نود، تمام، وهحطها، هحط الاثنين دول فيها اللي هي دي طبعا اللي هي الرف. فالرف دي هتبقى في لير 2، اذا دي هتبقى هنا دي لير 1، تمام، ودي هتبقى في لير 2، ودي هتبقى في لير 2 الفا. وناخد دي نحطها هنا، بقت دي هي الشيدر بتاعنا، ونوصل البامب بالبيوتي، فناخد ايمج بالرياليزم الجميل ده، تمام. اتحكمت فين بيظهر الريفليكشن او الشارب ريفليكشن، وفين بيظهر الروفنس ريفليكشن. واشوفكم في المحاضره اللي جايه ان شاء الله.